حياكم من جديد مشاهدينا لفقرة الأخبار والمنوعات. أول خبر لتقنية ثورية تعرض مقاطع فيديو لا تسجلها الكاميرات. إيش الموضوع؟ ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقنية جديدة تستخدم الظلال لعرض مقاطع فيديو ما تسجلها الكاميرات أبدا. هي تقنية راح يستخدموها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة. يعني صراحة قاعدين نكتشف أنه قاعدين يبتكروا أشياء جديدة في التقنية، والباحثين والباحثات شغالين في هذا الموضوع. إلى دراسة. الدراسة إيش تقول؟ ليش تجعلنا الروائح نسترجع الذكريات القوية؟ يعني وبقوة أيضا، إذا شمينا ريحة شيء في مكان معين على طول نتذكر هذه الريحة لشخص معين، أو هذه الريحة شميناها في مناسبة معينة. فهذه الروائح يقولوا أنه يمكنها إحياء الذكريات اللي نسيناها منذ فترة طويلة جدا، وخاصة الذكريات العاطفية. نحتاج نوقف عند هذه النقطة. طيب، حيث أن مناطق المخ قالت أنها تندمج فيها الروائح والذكريات والعواطف وتصبح متشابكة جدا إلى حد كبير، والروائح هي الأحاسيس الوحيدة اللي تسير عن طريق مباشر إلى مراكز وعقل وذاكرة الإنسان. فحلو جدا صراحة، يعني أتوقع هذه الدراسة ما كذبوا فيها ابدا، وانا اتفق كثير مع هذه الدراسه. هذه اخبارنا اليوم، حاولنا نجيبها بسيطه وخفيفه، ولكن من الدراسات الى الابتكار.